الله على جمال المخلل. اما في شوية مخلل بقى تحفة، كرنبيت بقى وبدنجان وليمون وجزر وكمان توم، والزيتون طلعته بقى معاه حاجة كده يعني وليمة، والليمون ده حكاية حكاية حكاية. عايزين تعرفوا كل الأسرار دي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو سوا ونشوف هنعمل أحلى مخلل مشكل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل ألبوم كامل عن المخللات. رمضان قرب، وأحلى حاجة عندنا بنحبها في رمضان المخللات. هنعمل مخلل مشكل ومخلل ليمون ومخلل بدنجان وادي خيار، يعني كل حاجة تخص المخلل. صراحة طعمه تحفة جدا، جميل جدا. عندي ماما الحاجة منوراني، فهي شاطرة جدا في عمل المخلل، فقلت بقى ايه يعني ننتهز الفرصة كده ونعمل احلى مخلل مع بعض، وتشوفوا طريقتها الجميلة اللي هي ايه يعني معروفة بيها. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الليمون، الليمون بقى سهل يعني انا بعمله عادي. غسلت الليمون كويس جدا، وهنبدأ ان احنا ايه نسلقه على النار. هوريك الاول كل الحاجات اللي احنا جايبينها. وادي جايبين كرنبيتة، اخدنا نصها، وده فلفل اخضر كده يعني مش حامي قوي. وهنحط معاه جزر، غسلته وقشرته كده كويس بالمقشرة، وهنبدأ ان احنا ايه نقطعه بقطعة الجزر. دي كرنبيتة خدت بس ايه نصها. وعندنا الفلفل الشطة اللي انتوا كنتوا شايفينه ده اسواني. ادي الليمون بعد ما اتغسل كويس جدا، تغسلي بقى كل واحدة بالفرشة تماما عشان احنا هناكله بعد كده. حطيت عليه مية سخنة، وهحطه على النار بقى يغلي، يعني عايزينه ايه حوالي من نص سوا كده لتلات ارباع سوا، مش عايزينه مهري. تمام بالشكل ده، انت غريزي فيها سكينة كده تيجي معاكي بس، لكن هي ايه لسه متماسكة. هطفي بقى عليها النار واسيب الليمون. نيجي بقى للبدنجان. عندي ادي بدنجان اهوت اسود طويل، بنقص بس الشريطة الطويلة اللي فيها من فوق، ولكن ما قطعتش العنق الاخضر اللي حواليه وما فتحتهاش خالص بالسكينة. شطفتها كويس، واحط عليها مية واحطها على النار، واحط عليها غطا عشان اعمل لها ايه تقل كده يعني، عشان البدنجان يبقى غطسان كده ويتسلق. برضه هسلقه نص سلة، مش عايزاه ينهف. دي قطعت الجزر، بنقطع بيها الجزر بالشكل ده، فتديها اشكال تعريجية كده حلوة قوي، وزي الجاهز طبعا ده بيبقى احلى من الجاهز بكتير صراحة. لسه بقى اول مرة يتابعنا ولسه اول مرة يشوف قناتنا، يا ريت كده يدوس زر الاشتراك كده ويشترك معنا في القناة ينورنا وينضم كده لعائلتنا. وما تنسوش بقى لايك للفيديو وتعليقاتكم الجميلة. مين اشهر حد عندكم مشهور بعمل المخلل؟ انتي ولا مامتك ولا حماتك؟ انا بعمل مخلل الجزر والخيار، بعملهم كده ببرطمانات، بيبقى سهل جدا ان انا اعمله ده على طول. ومخلل الليمون في حاجات جميله كده قوي بتتعمل، شوف شكله قد ايه شكله حلو قوي. حاولي ما تكونش تخينه قوي علشان كله ايه يستوي مع بعض. جبت بقى البلاستيكه البيضة بتاعتي دي، انا شايلاها على طول بعمل فيها بس المبروم، يا اما المخللات بقى ما بتبقى باحجام كبيره. غسلنا بقى كل المكونات بتاعتنا. هتشوفوا دلوقتي بقى التكه اللي بتخلي المخلل بتاعك يفضل يقرش كده ويفضل متماسك ما ينهريش. حطينا ادي الكرنبيت وادي الفلفل، قطعته كده بايديها، وادي الجزر. كنا عايزين لفت اليوم ده بس ما كانش موجود عند البياع بتاعنا اللفت، فقلنا خلاص مش مشكله. بعد ما غسلناه هبدا بقى ان انا اعبي في برطمانات. طبعا بيفضل المخلل في برطمان ازاز، بس انا المره دي عندي بقى الكميه كبيره، فهعمل بس شويه كده برطمان ازاز، هخليهم دولت ما يبقاش مشطشطين، عشان لو حد عندي عايز ياكل مخلل بس ما يكونش مشطشط. شكله حلو جدا وهو متنوع كده وجميل. وهاخد بقى الباقي اظبطه. ادي بقى التركه بتاعت ماما الحاجه، نقول لها تسلم ايديكي كده يا حبيبتي، وربنا يشفيكي ويعافيكي ويديمك كده دايما فوق راسنا. حطت الملح زي ما احنا شايفين حوالي
تلات اربع معالق كده ملح، وادي ده فلفل حار احمر ناشف، ده بنجيبه كده من اسوان. طبعا مش بعقد لك الامور، اي فلفل شطه سواء حمراء او خضراء تقدري تفرميهم فرم خشن مش ناعم قوي، وهنقلبه بقى معاهم. يبقى كده بنقلب الشطه والملح مع الايه، مع الخضار بتاعنا. هي بقى بتحب تدوق الايه، الحضق بتاعه وتشوفه حادق ولا لسه، فهي لقيته كده ايه جميل. تقلبه بقى كويس كده مع بعض، وبتحب بقى تنقعه كده تسيبه لتاني يوم، مش هتضيف له اي ميه. شكله قد ايه جميل الصراحه يعني، وهو متبل كده شايفين، ملح كده والشطه معاه بقى تحفه. هنجيب بقى برطمان كبير ونعبي بقى فيه حاجتنا دي من غير اي ميه، يعني دلوقتي بس قلنا ايه ملح وشطه. هعبيه بقى في البرطمان واسيبه لتاني يوم، ونشوفه بقى ايه هيسرد ميه قد ايه، يعني هيطلع ميه قد ايه. تمام، عايزه تسيبيه زي ما هو في الطبق او تعبيه؟ انا عبيته خلاص، يبقى كده خلاص عبيته بقى واروق دنيتي كده، والبرطمان يبقى جاهز لبكره ان احنا ايه بكره نضيف عليه الميه على طول. طبعا يفضل في يكون ازاز، بس انا ما عنديش الحجم الكبير ده ازاز، فكنت حابه ان انا احطه كله مع بعضه. دول الشويه اللي انا حيشاهم على جنب اللي انا هعملهم من غير شطه، حطيت لهم معلقه واحده كده ملح وبقلبهم برضو، وبرضو هسيبه ايه بعد ما عبيه في برطمان، وهسيبه من غير ميه لتاني يوم، واشوفه بقى ايه بكره هعمل فيه. نرجع تاني بقى للبدنجان بتاعنا. شايفين بقى ايه، جبت الغطا صغير مغطساه عليه علشان ما يقبش فوق ويسود، انا مش عايزه البدنجان ايه يسود. شايفين اتسلق كده ايه نص سلقه بقى جميل جدا، طفيت عليه النار وهسيبه بقى ايه لما يهدى. وادي المخلل زي ما انتم شايفين اهو، سيبته لتاني يوم. انا تاني يوم بقى ببص عليه هلاقي فيه ايه شويه ميه ايه من تحت كده، الميه اللي هو يطلعها من الخضار والملح اللي فيها، مش شكله تحفه قوي الصراحه. التتبيله بتاعته خطيره وريحتها حلوه قوي. ابداوا بقى اعمله كده عشان رمضان وتجهزوا، او جربي دلوقتي كده ودوقيه، احنا لسه معانا شهر ونص عقبال ما يجي رمضان على خير يا رب، وترجعي تبقي تخلي لي مره تانية رمضان. انا هسيبه بقى هنا يبقى في القناه عندنا، الالبوم ده مرجع كده لينا كلنا، نبقى دايما نجهز المخللات الجميله بتاعتنا. سبت البدنجان بقى يبرد، صفيته من الميه بتاعته، والميه ما ترميهاش لان احنا هنخلل فيها، اهي الميه خدتها على جنب وهسيبها بقى تبرد والبدنجان يبرد. والليمون بقى هبدا اغسله من ميته، ميه الليمون ديت كنا بناخدها زمان ونشطف بيها شعرنا، بحيث ان هي بتنظف الشعر ما يبقاش فيه قشره، وبيديله لمعه كده حلوه جدا. شطفته بقى كويس وهنقعه بقى في ميه كده نظيفه، وهسيبه لتاني يوم. تمام، الليمون بنغير له الميه 3 4 ايام كده، يعني كل يوم تغيري الميه وتحطي له ميه جديده. ادي البدنجان بقى اهو تاني يوم لما خلاص طبعا برد تماما، يعني مش شرط بقى لو انت عايز تشتغلي كله في نفس اليوم بتسيبيه كام ساعه لما يبرد. تمام، حضرت عندي ادي بقى فلفل حار اخضر واحمر، وحطيت حته من الفلفل الاحمر كوبي، وادي راس ثوم كامله عشان احشيه بقى ايه براحتي، والباقي احتفظ بيه البرطمان. البدنجان زي ما قلنا ما كناش فاتحينه، بدات دلوقتي افتحه بقى، كل واحد اديله شق كده من على جنب. انا بقى بصور بايد وبشتغل بالايد التانية، فما كنتش مالكه ان انا ايه اظبط كويس يعني. هفتح بس ايه فتحة كده عشان نبدأ ان احنا نحشيه بقى بالخلطة بتاعتنا الخطيرة دي. خلي البدنجان المخللات الجميلة والشهية جدا تحط على سفرة الغدا كده او في رمضان، شايفين قلبه لسه ابيض وحلو ازاي. ادي الخلطة بتاعتنا، هنضيف لها بقى الايه الملح، وده كان عبارة عن ايه، عبارة عن ثوم مع فلفل اخضر واحمر حار، وخدت حتة من الفلفل الاحمر الكوبي عشان تزود لي ليه الحمار بتاعه وما يبقاش حار جدا. حشيته كله زي ما احنا شايفين، وبضيف له بقى من الميه بتاعه الايه الميه بتاعه السلق، ما برميهاش لان هي دي اللي بخلله فيها، وبضيف عليها شويه من الحشوه
وطبعا ميه السلق حاطه فيها شويه ملح وايه، واغطيه واحطه في، وهخليه بره الاول كام يوم وبعدين ادخله في التلاجة. بالنسبه للمخلل بقى المشكل، احنا دلوقتي تاني يوم الصبح ولقيته بقى صارت ميه تحت كده، ابدا ان انا بقى اضيف له ايه، ميه، ميه دي ميه فاتره عادي، اغطيه خالص لحد ما يتغطى تماما. فين بقى؟ لو عندك بقى حاجة زي كده بتحجزي بيها على المخلل من فوق، بحيث ان يبقى كله متأكد ان هو غطسان تحت مفيش حاجة فوق. تحاولي بقى تقلبي المقدار كده علشان لو اي ملح او كده يدوب معانا ايه في المية. ادي المخللات اهي بتاعتنا. الليمون بعد ما شطفته كام مرة انا حطيته بقى في البرطمان الازاز برضو، عملته نفس معاملة المخللات دي يعني، وبقيت اغير له المية هو في البرطمان الازاز بدل ما يكون ايه في الحلة لمدة 3 ايام او 4 ايام، وبعدين يعني كده حطيت له مية نظيفة بقى وملح وسبته. بالنسبة للمخلل المشكل، انا بصراحة يعني متعودة عند مامتي ان احنا مش بحب المخلل اللي بيبقى لونه ابيض فبحب احط له بنجر. البنجر بقى بيخلي لونه احمر كده بيبقى خطير جدا. التركية دي بقى من عند مامتي حبيبتي، بنديها الصحة يا رب ويخليها لينا يا رب. فعندكو بقى مخلل كده معمول بقى ايه بأيادي البركة كلها كل سنة وانتم طيبين وامهاتنا بخير وسعادة يا رب، وربنا يديهم الصحة والعافية. شايفين بقى المخلل، يا سلام على جماله. ادي تاني يوم بقى لما حطيت له البنجر، خلاص اللون كله بقى احمر تحفة جدا. قلت بقى ايه، اخلي لكم خيار بالمرة، خلي لنا اضفت هنا بعد قطع من الخيار فوق المخلل ده، وجبت بقى خيار. لما تلاقي دبلان عندك كده في التلاجة ممكن بقى ما يتاكلش، فبتغسليه كويس جدا وبتخلليه، احسن حل ليه ان هو يتخلل لكن مش ترميه او حاجة، لكن هو يدوبك دبلان حاجة بسيطة، انما ايه ما يبقاش فريش كده يعني، انت حاسة ان هو مش فريش. عايزة تخليلي طبعا تجيبي خيار وتخليلي على طول، خليليه عادي مش هيحصل حاجة. فهضيف له بقى هنا الملح حوالي كده معلقة ونص، معلقة طبعا بتاعت الأكل الكبيرة، وبغطيه. كنت بحط له خل، فأنا بحاول أخليه صحي، مخللاتي كلها متخللة بملح الهيمالايا وما حطيناش أي خل أو أي حاجة، فمخللات كلها صحية كده وجميلة، وكمان في البرطمانات الإزاز كمان فبتبقى حلوة جدا وصحية ما عدا الكبير يعني بقلبه كويس أتأكد إن الملح داب وبيبقى محكم الغلق، متفتحيش عليه نهائي مدة 3 أيام أو 4 أيام عشان البكتيريا فيه تشتغل. ممكن طبعا خل الخيار يتقطع بالشكل ده، فيبقى عندك هتعمليه متقطع كده أو تعمليه وحدات ايه سليمة. وهحط له الملح وهقلبه واشيله. طبعا يتحط مع حبة البركة يبقى حلو جدا، ممكن يتحط معاه شوية حبة البركة يبقى دي جميل. التوم بيبقى حلو قوي قوي فيه، فجربوه كده ان شاء الله يعجبكم. حبيت اعمل لكم الالبوم كامل كده لكل المخللات اللي عملتها مع بعض، يبقى مرجع لينا كلنا في المناسبات وفي رمضان وفي كل الاوقات. خلل الليمون قد ايه يا جماعه، جميل، جبار جبار صراحه، عجبني قوي قوي. بتحاولي تصفي اللي فيه كده وانت بتقدميه، وبيتاكل بالف هنا الصراحه. المخللات كلها افتحي عليها بعد 3 4 ايام هتلاقيها حلوه قوي، ده بعد كده هتحتفظي بيها ايه في التلاجة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبشكركم عشان كملتوا معايا الفيديو للنهاية. بحبكم في الله، سوزان مقاوي. متنسوش قبل ما تخرجوا اعملوا لايك وتعليقاتكم جميلة، واشتركوا في القناة لو عجبتكم. يلا اشوفكم دايما بخير وعلى خير، كل سنة وانتم طيبين، باي باي.